كما حدث بين شريح القاضي وزوجته، قعدوا 20 سنة ليس بينهما مشكلة. ده أنت عندك اليوم عندنا بيعدي كل يوم في 20 مشكلة كل يوم في 20 مشكلة، طبعا مبالغ فيه، بس هو أنت كل يوم في مشكلة، صح؟ كل يوم في مشكلة، أقصى حاجة يا عم كل أسبوع مشكلة، كل أسبوع مشكلة، خلاص؟ يعني أنت لو عندك عدد الأسابيع حوالي 52 أسبوع، يعني عندك في السنة 52 مشكلة. دول قعدوا 20 سنة بلا مشكلة، شريح القاضي وزوجته، 20 سنة. وبيقول: ولم تحدث مشكلة إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. بيعترف يعني شريح القاضي بجلالة قدره، بمكانته، بمنصبه، بأنه هو قاضي مهما كان منصبه بقى، بس حد بيتواضع مع زوجته، حد بيعترف بغلطه، حد ما بيكبرش، ما عندوش الأنا، ما عندوش النرجسية، ما عندوش حب الذات، ما عندوش أنا وما فيش غيري، لا. هكذا ينبغي أن تكون الحياة بين الأزواج. نتعلم من شريح القاضي. شوف قعد قد إيه؟ قعد 20 سنة، والمشكلة اللي حصلت كان هو السبب فيها. في برضه في المقابل ممكن يبقى الحوار مش تمام، وسنة واحدة، سنة واحدة مش 20 سنة، وطالما الحوار مش جايب أمل ولا في نتيجة ولا في أي حاجة وما فيهوش تقدم، وزي ما هو سنة وتفشل الحياة. زي مين؟ زي الحجاج ابن يوسف الثقفي وزوجته هند بنت المهلب. الحجاج جوزها غصب عنها ورغما عنها، عنها وعن أبيها. حجاج كان شديد، ضراب، غليظ، فهي اتجوزته كده ربما يعني يبقى حاله معايا غير حاله مع الناس وغير سمعته. اتجوزته بعد سنة فاض بيها، مش قادرة، لا في حوار ولا في كلام ولا في مشاعر ولا في خلاص، جابت آخرها هند بنت المهلب. فيوم من الأيام يدخل الحجاج على هند وهي أمام مرآتها. تعرفين الزوجة لما بتقعد إيه وقدام المراية بتقعد تعمل شعرها كده ولا تعمل ميك اب وتدندن كده، طالما هي بتدندن وهي قاعدة قدام المراية فمعنى كده إن مزاجها رايق. أنت معايا؟ ويا سلام بقى لو كرسي زي ده قدام بتاع التسريحة وكده بيتحرك كده، حلو، مزاجها رايق. فهي ومزاجها رايق كده قالت بتين شعر كانوا بص يعني كجبلين نزل على الحجاج. بتقولي: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل فإن ولدت فحلا فلله ضرها وإن ولدت بغلا فقد جاء به البغل. صعب أوي 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 يعني. وما هند، شوف الفصاحة، شوف ملخص الحياة بتاعتها مع الحجاج. وما هند إلا إيه؟ مهرة. المهرة دي يعني بتطلق على المرأة الحرة القوية الجريئة اللي بتعتمد على نفسها. والمهرة في الحيوان اللي هو ولد أو بكر الفرس، أول ما الفرس يجيب ولد كده بيبقى وقوي، يعني هي عايزة تقول أنا لسه بصحتي وحلوة وقوية وأقدر أعتمد على نفسي ومميزة، فاهم؟ وما هند إلا مه، يعني حتى لو أنا زواجي مع الحجاج ما أثرش علي، أنا حد واثقة بقدراتي وإمكانياتي. ده كيد نسى. اسمع: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل. البغل اللي هو مين؟ الحجاج. انت عارفين البغل اللي هو ايه؟
ذكر الحمار مع أنثى الفرس. لو جبنا حمار ذكر وجبنا أنثى فرس وتزوجوا هيطلعوا هجين اسمه برغل. فإن ولدت فحلا فلله ضرها، يبقى ابني أنا، لو حاجة كويسة يبقى أنا، وإن ولدت بغلا فقد جاء به البغل. إهانة، ما هو فاض بيها. ما هو أنت الست لما بتجيب آخرها وبتقعد تعيط، بتبقى عيط ليه؟ لو بتقول لها خلاص أنا مش قادر أعيش، مش قادر أعيش ليه؟ أنت سببت لها كبت، أنت السبب، ما أنتش دريان، عمال تقول إذا كان عاجبها هو ده اللي عندي. هي امرأة، هي ضعيفة، تغلب عليها العاطفة، هي عايزة احتواء، عايزة أمان، عايزة مشاعر، عاوزة كلام، عاوزة اهتمام. ايه يا عم الشيخ أحمد هندي ده كله؟ أيوة تدي ده كله، مش صعب. ممكن وانت في الطريق رايح شغلك ولا حاجة عاملة ايه وتبقى انت لسه نازل، وبس قلت اطمن عليك، يا سلام، في دقيقة هتطلعها السماء زوجتك، هتطلع السماء انك بتتكلمها، او في نص اليوم كده تبعت لها رسالة حلوة، ولو وردة طب قلب، او بحبك، او با ح با كاف. مش كنت بتعمل ده وانت خاطب؟ صح ولا ايه؟ فين ده بعد الجواز؟ المهم، وما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل، فان ولدت فحلا فلله ضرها، وان ولدت بغلا فقد جاء به البغل. هي قالت البتين دولت والحجاج داخل ما كدبش خبر، راح مدها ظهره خارج ما تكلمش ولا كلمة، وقال للغلام بتاعه هتروح تطلقها في كلمتين، لو كلمت كلمة ثالثة أضرب عنقك. كان سفاك للدماء الحجاج. يقال أنه قتل في حياته ما يقرب من 100,000 شخص في حياته، كان والي العراق، إبان الدولة الأموية، والفترة دي كان فيها عبد الملك بن مروان. فقال للغلام بتاعه هتروح تطلعها في كلمتين، ما تتكلمش التالتة، وتديها العشرين دينار دول، أو العشرين ألف دينار، عشرين ألف دينار اللي هو إيه نفقتها بقى وحقها يعني كمطلقة. فراح الغلام يقول لهند إيه، كنت فبنتي، يعني انت كنت زوجة فبنتي اصبحت ايه، طلقتي طلقة بائنة. قالت له كنا فما فرحنا وبنا فما حزنا، يعني انا كنت متجوزة ما فرحتش ولا كأني اتجوزت، وبنا يعني طلقت فما حزنا، انا مش فرحة مش زعلانة. في بعض البنات بيعملوا حفل طلاق، ودي حاجات كانت حاجات عجيبة على المجتمع، اللي عملت حفل طلاق واللي عملت حفل خلع، ايه ده ايه ده، ما هذه العقول؟ يعني انت كنت مكبوتة قوي كده، وبعدين انت بتفرحي بالمشكلة دي؟ مشكلة دري على نفسك. المهم، راح الغلام يقول لها، فقالت له كنا فما فرحنا وبنا فما حزنا، والعشرون ألف دينار هدية لك مكافأة لهذا الخبر الجميل كمان. وطلقت مين؟ واعتدت خلاص، العدة بتاعتها انتهت، وما كانش حد بيجرؤ أن يعرض الزواج منها، لحد ما هي كلمت الشعراء أن يمتدحوها، هي كانت لسه جميلة وبحالتها، ما قلت لك ما هند إلا مهرة عربية، أنا لسه بشوكي، لسه بحالتي، لسه جميلة، وكانت جميلة. فأخذ الشعراء يمتدحونها حتى وصل خبرها إلى عبد الملك بن مروان في الإمارة أو في الخلافة في الشام في دمشق. فأرسل عبد الملك يريد الزواج منها. قالت أوافق بشرط. قال وما الشرط؟ قال أن يحمل هودجي من مكاني، أو أن يقود هودجي ومركبي من مكاني إلى مكانك الحجاج. يا الله على كيد النساء، دي حاجة صعبة قوي. قال لها وأنا موافق. طلب عبد الملك من الحجاج أن يقود مركب والهودج بتاع مين؟ بتاع هند.
هاتها لي من عندك لحد عند. كل ده عشان ما كانش فيه حوار. شوف الحياة وصلت لإيه. وبعدين وهي ماشيين في الطريق كده حجاج بيقود الهودج، بيقود الجمل أو الدبة اللي هي ركبان، فرمت دينار، ألقت دينار كده في على الأرض. كان في عملة دينار وفي درهم، الدينار عملة ذهبية أرقى وأعلى من الدرهم. فرمت الدينار وبعدين قالت له يا غلام أعطني الدرهم. هي رمت إيه؟ دينار. أعطني الدرهم. فميل كده قال إنه دينار وليس درهم. راحت رد إلى إيه؟ الحمد لله الذي أبدلنا بدل الدرهم دينارا، أو أبدلنا بالدرهم دينارا. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا هتجاوز اللي أحسن منك يا حجاج. شوف الحوار وصل الأمر لإيه؟ عدم الحوار أو الحوار السيء وصل الأمر لإيه؟